اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشرح صدورنا بكتابك. اللهم أنر قلوبنا بكتابك. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم ارض عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ولا تكلنا. اللهم احفظ مشايخنا بحفظك الجميل وارزقهم أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك مرافقة النبي محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك يا ربنا أن ترزقنا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف مبروك أخي محمود، وربنا يتقبل منك حبيبي، وجعل الله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك.